شاكر، صباح الفل عليك يا محمود ومنورنا. عليك يا مرهان، وبصبح اكيد على يحيى وعلى جميع مشاهدي ومتابعي قناه وان تايم سبورتس، وهارد لك المنتخب المصري امبارح. اكيد اكيد حبيبي يا حوده، ومنورنا دايما. ويعني هنتكلم بقى بالتفصيل على طول، بعيدا عن منتخب مصر اللي خلاص يمكن بنقفل صفحه لحد ان شاء الله باذن الله تصفيات كاس العالم. نروح للنادي الاهلي، مواجهه بكره امام بالميراس، وشايف بكره المباراه هيكون شكلها عامل ازاي؟ وعايز ابتدي من بالميراس مش من النادي الاهلي. تمام، بالميراس طبعا هي مباراة صعبة جدا على النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا شفنا الاداء الكبير اللي عمله في ماتش مونتيري، وان هو يقدر بالتالت مقابلة ما بين الاهلي ومونتيري ان هو يتغلب على مونتيري وبياخد بطاره ويتأهل لنص النهائي عشان يقابل بالميراس اللي تفوق عليه النادي الاهلي السنة اللي فاتت في مباراة الثالث والرابع في الدوحة في قطر في كأس العالم للأندية السنة اللي فاتت. بالميراس الفريق السنة دي مختلف شوية عن فريق السنة اللي فاتت، مش في اسماء اللعيبه ولكن في الاداء وفي الارقام. بالميراس السنه دي للمره الثانيه على التوالي بياخد الكوبا ليبرتادوريس من فلامينجو في الفاينل. شفنا بس الغياب الوحيد عن التشكيل السنه اللي فاتت هو فيليب ميلو اللعيب المعروف طبعا البرازيلي، ولكن هم اسمه دودو اللعيب ده كان بيلعب في الدوحيل القطري، وعلى فكره لعب قدام النادي الاهلي السنه اللي فاتت، لعيب كويس جدا وعامل معاهم ارقام كويسه، يعني يمكن في اخر اربع مباريات قدر ان هو يحرز هدفين. طبعا عندهم جوستافو جوميز المساك بتاعهم او قائد الفريق بيلعب من تحت كويس جدا. فريق بالميراس السنه دي جاي بشكل مختلف شويه في الطموح، شفنا ان طبعا السنه اللي فاتت كان عندهم يعني بيعتبر بالنسبه لهم كانت كارثه كبيره جدا ان هم يخسروا مباراه الثالث والرابع ويخسروا كمان من الفريق المكسيكي. بالميراس راح السنه اللي فاتت كاس عالم الانديه بهزيمتين، شفنا بقى لو يعني بالميراس في تحفظ كبير جدا من جماهير الفريق البرازيلي، يعني شفنا امبارح في الفيديو شفنا اللعيبه وهي رايحه المطار كمية جماهير كتيرة جدا من بالميراس بتوصل اللعيبة المطار، تقريبا كان على آخره عشان اللعيبة الجماهير بتحفز اللعيبة، وده يمكن عامل ضغط كبير جدا على بالميراس وهيخلي المباراة مش سهلة. لكن خليني أقول إن النادي الأهلي بالاداء اللي اداه في مباراه مونتيري وشخصيه النادي الاهلي اللي كانت دايما بتثبت ان الاهلي دايما بمن حضر، سواء كان لعيبه كبيره موجوده او اللعيبه الاساسيه موجوده او لعيبه مش موجوده، ولكن كان في رده فعل كبيره من لعيبه النادي الاهلي باثبات انك اي حد لابس تيشرت النادي الاهلي هو جدير ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، وده اللي شفناه المباراه اللي فاتت في مباراه ولا اروع ولا اجمل من بيتسو موسيماني في الاداره الفنيه فيها. بيتسو موسيماني اللي بيتالق كتير جدا في المباريات الكبيره، خلينا نديله حقه برضو يا يحيى ويا مرهان، ان الراجل ده لعب في كاس العالم للانديه لحد دلوقتي اربع مباريات ثلاثه منهم كان كلين شيت. بيتسو موسيماني لم يخسر اي لقاء كبير مع النادي الاهلي سوى مباراه بايرن ميونخ ونهائي كاس امام طلائع الجيش وماتش سيمبا التنزاني، باقي المباريات كلها كبيره بيتسو موسيماني قدر ان هو يكسبها ويعمل اداء خيالي مع النادي الاهلي في المباريات الكبيره دايما. يعني تابعنا كمان ان الدرو بيقول انه في مواجهات مرتقبه بالنسبه للنادي الاهلي، لان كان في مواجهات سابقه مع نفس الانديه سواء مع مونتيري المكسيكي وكان الفوز للفريق المكسيكي بنتيجه كبيره، ولكن النادي الاهلي قدر يعود في هذه النسخه من كاس العالم للانديه ويحط حد للموضوع دوت ويحقق فوز مهم جدا، وكمان مواجهه ثانيه امام بالميراس. لو هنبص على الاختلافات بالنسبه للنادي الاهلي ما بين المشاركه السابقه والمشاركه الحاليه، كونك ان انت كمان ذكرت الاختلافات ما بين بالميراس في النسخة اللي فاتت والنسخة الحالية. النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان بيلعب فول سكواد، كان بيلعب الحارس الاساسي بتاعه محمد شناوي، كان موجود الاثنين المساكين بتوعه اساسيين سواء بدر بنون او ايمن اشرف، كان بيلعب الباك رايت محمد هاني كان ساعتها اساسي السنه اللي فاتت، ولكن السنه دي برضو عدم وجود اكرم توفيق. محمد هاني قدم مباراه هايله، ولكن طبعا الباك الاساسي بقى له فتره او ست سبع شهور هو اكرم توفيق. النادي الاهلي بيلعب من غير الاثنين نص الملعب عمرو السوليه وحمدي فتحي، الاهلي بيلعب من غير محمد شريف. ده يمكن جايز الاختلاف ما بين الاهلي السنه دي والاهلي السنه اللي فاتت. طبعا شفنا بعد عوده اللعيبه ان شاء الله الدوليه بالسلامه، اعتقد ان ما فيش حد ممكن يقدر يشارك سوى ايمن اشرف ومحمد شريف، نظرا ان هم ما لعبوش اخر مباراتين للمنتخب المصري، هيبقى في جهاد كبير جدا لعمرو السوليه وحمدي فتحي، ما اعتقدش ان هو ممكن يجازف بيهم الا في جزء من المباراه، ولو اني اشك في الحاجه دي، ولكن ان شاء الله نتمنى ان الاهلي يقدر يعدي ونشوف اللعيبه كلها موجوده في ان شاء الله في
الفاينل لو قدرنا نكسب ان شاء الله في البلاس. الاختلاف الفني كبير جدا، ان السنه اللي فاتت الاهلي كان بيلعب 4-2-3-1، ولكن السنه دي الاهلي بيلعب 3-4-3. شفنا بيتسو موسيماني طريقه 3-4-3 اللي بتتحول على طول ل 5-4-1 في اول ما النادي الاهلي بيفقد الكوره، ولما يكون الفريق المنافس مع الكوره بنشوف على طول علي معلول ومحمد هاني بيرجعوا مع الثلاثه المساكين عشان الطريقه تتحول لخمس مدافعين 5-4-1. ودي طبعا بنشوف كمان ان قفشه وعفوا احمد عبد القادر وحسين الشحات بيضغطوا على الاثنين الباكات بتوع، شفنا الماتش اللي فات في المونتيري، بحيث ان الفريق المنافس النادي الاهلي يضطر انه يلعب الطويل، وشفنا تالق كبير جدا فيها لرامي ربيعه ولياسر ابراهيم. ولكن الاهلي بيعمل ايه لما بياخد الكوره؟ والاهلي بيعمل، هو الاهلي سايب الملعب وسايب اللعب وسايب الاستحواذ وبيلعب دي بلوك، بيلعب عمق دفاع كبير جدا عشان خاطر يسيب مساحات كبيره جدا في ان الاهلي يخطف في ظهر الباكات. شفنا اول ما الاهلي بيخطف الكوره بتتلعب على طول لطاهر محمد طاهر سواء على الجنبين او في نص الملعب، بيسند على احمد عبد القادر على الشمال او حسين الشحات على اليمين، وبيعملوا لا محوريه او لا مركزيه ما بينهم وما بين بعض. بنشوف اوفرلاب كتير جدا ما بين الثلاث مهاجمين للنادي الاهلي مع طيران علي معلول ومحمد هاني، ويمكن الدليل على كده شفنا الجون اللي النادي الاهلي جابه المباراه اللي فاتت، شفنا ان طاهر لعب الكوره لعلي معلول على الجنب في الحته الشمال فاضيه جدا، فدان ارض يقدر يجري فيه اي حد من ظاهرين الجنب، وشفنا علي معلول بيعمل الاوفر تتشتت من دفاع مونتيري ويخش محمد هاني الظهير اللي على جانب الناحيه الثانيه بيحط الكوره، طبعا باداء جميل جدا من محمد هاني اللي كان مفاجاه لينا كلنا ان هو عوده ليه بعد فتره كبيره. ويمكن هو ده التكتيك اللي النادي الاهلي بيلعب بيه، ان هو الاهلي بيحاول يحضر الكوره في جنب من الاجناب ويعمل الكوره العكسيه على طول الناحيه الثانيه، وشفنا الاهلي راح بالكونتر اتاكس المباراه اللي فاتت بفرص كتيره جدا، وان شاء الله باذن الله اعتقد ان الاهلي بنسبه كبيره هيلعب بنفس الاسلوب امام بالميراس عشان استغلال الكونتر اتاكس واستغلال الاندفاع اللي ممكن يكون موجود في نادي بالميراس. وعاوزين نقول ان بالميراس جاي بتحفز كبير جدا، مش ناسيين مباراه السنه اللي فاتت، وعندهم امل كبير جدا ان هم يلعبوا تشيلسي في 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 اندفاع كبير جدا، وان شاء الله نستغل الكلام ده كله، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو باذن الله يروح المباراه النهائيه ان شاء الله. يا محمود اكيد بنتمنى ده، وزي ما انت كنت بتتكلم ان اللعيبه اللي هتكون بتنضم لبعثه النادي الاهلي اللي كانت بتشارك مع منتخب مصر، ما اعتقدش ان ممكن موسيماني يكون بيفكر في اي لاعب من اللعيبه، ولا ممكن نشوف محمد شريف بيبدا بكره مع النادي الاهلي، خصوصا ان شريف ما شاركش مع منتخب مصر يعني عدد الدقائق اللي يكون تم ارهاقه بيها، ولا ممكن هيفضل ان هو يبدا بنفس الشكل بنفس اللي نهى عليه مباراته امام مونتيري المكسيكي. بصراحة انا افضل ان هو يلعب بنفس التشكيل نفس التكتيك نفس كل حاجه، باستثناء بس ان انا اشوف ان طاهر محمد طاهر ينزل مكان حسين الشحات كوينج ونلعب محمد شريف كفيرو. محمد شريف لو موجود مباراه مونتيري عاوز اقول لك النادي الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من فرق هدفين او ثلاثه. محمد شريف المباريات اللي فيها مساحات، المباريات اللي تقدر تخطف فيها في ظهر الباكات او تقدر تخطف فيها في ظهر المساكين، محمد شريف يتميز فيها، وهو افضل مهاجم في مصر بيعمل الحته دي. فوجود محمد شريف مهم جدا، خصوصا زي ما انت قلت ان هو اصلا ما لعبش دقايق كتيره جدا، ومحمد شريف محتاج انه يلعب. محمد شريف طبعا شفنا الموقف اللي حصل في المباراه بتاعه الكاميرون، محمد شريف محتاج يلعب، محمد شريف محتاج يعيد الثقه فيه مره اخرى. وفي نفس الوقت برضو ايمن اشرف وجود محمد مغربي، طبعا محمد مغربي يعني حظه كان صعب جدا ان انت اول مباراه ليك مع الفريق الاول مش بتلعبها حتى في الدوري الممتاز، ده انت بتلعب في كاس عالم انديه مع مستويات مختلفه تماما. وشفنا ان محمد هاني نزل الشوط الثاني يلعب مساك مكانه، نزل شفنا كريم فؤاد، ولكن انا افضل محمد هاني يفضل زي ما هو، ففضل ان ايمن اشرف ينزل مكان محمد مغربي يلعب جنب ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ودي التشكيله الافضل. وان شاء الله باذن الله لو ديانج طبعا بيقوم بدور هايل جدا، ديانج برضو عشان عاوزين نتكلم ان ديانج هو اللي بيقف في نص الملعب مع زياده طبعا قفشه، وهو بيقف الوحيد نص الملعب عشان هو يبطل كل الهجمات المنافسه للفريق المنافس للنادي الاهلي. ولكن خليني اقول لك ان انا افضل ايمن اشرف هو ينزل مكان محمد مغربي، ومحمد شريف طبعا استغلال مهارته واستغلال ان هو راجل فينيشر كويس جدا واستغلال سرعته في المساحات اللي هتبقى موجوده، وطاهر ينزل مكان حسين الشحات كوينج رايت، دي افضل طريقه ممكن تلعب بيها. بعد كده ما اعرفش بقى، ممكن حمدي فتحي او عمرو السوليه ياخدوا جزء من المباراه دي، هتبقى بناء على بيتسو موسيماني، وانا اعتقد ده هيبقى بناء على احداث ومجريات المباراه. ان شاء الله باذن الله ما نحتاجش حمدي فتحي وعمرو السوليه ونوفر مخزونهم كله ان شاء الله، ان الاهلي ان هم يكونوا موجودين ان شاء الله قدام تشيلسي. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر، النادي الاهلي يعني
عليه، مش جديد عليه اللي احنا شفناه من يومين المباراه الكبيره قدام مونتريال المكسيكي. وطبعا عاوز ادي تحيه للعيبه النادي الاهلي، لان انا دايما اقول ان اللعيبه هي اللي بترغم اي حد من الجماهير وبترغم اي حد في الدنيا ان هو يحترمها وان هو يديها الثقه وان هو يؤمن بقدراتها. واللعيبه دي عارفه كويس قوي ان هي بتلعب في النادي الاهلي، فشفنا منهم شخصيه وشفنا منهم رد فعل بالرغم ان هم من قبلها باسبوع لما لعبوا في بطوله الرابطه كانوا سيئين جدا بدنيا، كانوا سيئين جدا بدنيا، وشفنا التجهيز بتاعهم كلهم كانوا هايلين المباراه اللي فاتت. يعني خلينا برضو نؤكد على الكلام انه في التوقيت الحالي في اجتماع ما بين بيتسو موسيماني وجهازه المعاون لامكانيه معرفه مدى يعني ادراك لاعبين داخل الملعب من اللي موجودين مع منتخبنا الوطني او اللي لسه راجعين من مشوارهم مع منتخبنا الوطني. لسه هيكون ده بيظهر خلال بقى الساعات اللي جايه. خلينا برضو اسالك على المباراه اللي تابعناها امبارح، الهلال وفوزه الكبير على الجزيره بست اهداف مقابل هدف، متابعتك كمان للانديه الاخرى اللي بتشارك في كاس العالم للانديه. الهلال عامل صفقات كبيره جدا، شفنا لعيب جاله اللي كان لعيب بيلعب في مانشستر يونايتد بعد كده راح السين بعد كده جه الهلال. شفنا امبارح الماتش الهلال والجزيره، الجزيره بيتفوق بهدف واحد في الشوط يعني في اول المباراه، شفنا رد فعل فظيع من نادي الهلال ان هو يقدر يكسب 6-1، يعني نتيجة كبيرة جدا. الهلال من أفضل الفرق السعودية اللي بتجيب محترفين، الهلال فرقة قوية جدا. والهلال يعني نقدر نقول إن السنة قبل اللي فاتت بطولة كأس عالم الأندية، مش السنة اللي فاتت اللي قبلها برضو، الهلال كان متواجد وقدر إن هو يروح نص النهائي. فريق قوي جدا، فريق فعلا رقم صعب في الكرة الآسيوية، وهيبقى مش هيبقى خصم سهل أعتقد لتشيلسي، لأن هم زي ما بنقول عارفين الهلال دايما بيعتمد على المحترفين الكبار جدا. طبعا شفنا الجزيره، كان انا استغربت برضو يعني الجزيره الاماراتي انه يخسر بفرق 6 كان كبير جدا، ولو اني يعني قلت ان هو دام جاب جون في الاول المباراه كان ممكن يبقى فيها كلام، ولكن رد فعل الهلال كان قوي جدا. طبعا تشيلسي هو الابرز والاقوى، طبعا اي فريق اوروبي بيخش البطوله بيبقى هو الاقوى والابرز والاقرب اكيد ان هو ياخد البطوله. فاعتقد ان شاء الله تشيلسي يبقى في الفاينل هو، وان شاء الله النادي الاهلي. بس بكره مباراه صعبه جدا 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 على النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي معودنا على الحاجات الحلوه وعودنا على الارقام القياسيه برضو اللي عاوزين نبرزها برضو بالمره. النادي الاهلي هو اكتر فريق شارك في كاس العالم الانديه مباريات 16 مباراه، وان شاء الله مباراه بكره تبقى 17، ومباراه ان شاء الله الفاينل او الثالث والرابع هتبقى 18، وده مش جديد على النادي الاهلي.